أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن زيارته لمحافظة البصرة على رأس وفد وزاري تهدف إلى تنفيذ قرارات الحكومة، قائلا إنه لا يمكن تقديم الخدمات الاجتماعية في المحافظة من دون استعادة الظروف الأمنية المطلوبة، وشدد على أن الاعتداءات على القنصليات والبعثات الدبلوماسية أمر مرفوض، وذلك عقب وصوله إلى المحافظة التي شهدت أخيرا اضطرابات أمنية وأعمال شغب بينها إحراق القنصلية الإيرانية. الوضع الأمني الحمد لله مستتب بشكل كامل وبشكل صحيح. تم إرسال قوات إضافية من بغداد بطلب من المحافظة قبل 4 أيام، واستقرت الآن هذه القوات لحفظ المواقع الاستراتيجية في المدينة ولحفظ حياة المواطنين والأملاك العامة والخاصة. هذه الخلافات ما حصل في البصرة نزاع سياسي باستحقاق كامل، للأسف كتل سياسية عندها أجنحة عسكرية، هذا اللي صار بالبصرة. أرادوا أن بعضهم يحرق البصرة، الحمد لله تم منعهم بتعاون المواطنين السلميين المتظاهرين بشكل عام في البصرة سلميين، عندنا تواصل معهم هؤلاء المظاهرين السلميين، وما يرضون بحرق المباني ولا يرضون بالاعتداء على الأملاك العامة والخاصة. إحنا في مركب واحد لخدمة المواطن، نزاع بين حكومة اتحادية وحكومة محلية ما إلى دور المفروض نبتعد عنه، وأنا أدين أي محاولة ليحاول يجر إلى صراعات معنا لا عمل له. وفي أعقاب مقتل 12 متظاهرا وإضرام النار في عدد من المباني الحكومية والقنصلية الإيرانية في المحافظة الغنية بالنفط، عاد الهدوء إلى البصرة ليلة السبت إثر خلط لأوراق التحالفات السياسية في بغداد نتيجة إعلان منافسي العبادي نيتهم تأليف الحكومة المقبلة من دونه.